نرمين، يعتبر انتصار حرب تشرين التحريرية رصيد مهم ودائم حتى يومنا هذا. أكيد لنحكي عن معاني ودلالات ذكرى حرب تشرين التحريرية. معنا طبعا ضيفتنا سيادة المقدم سوسن إدريس لحتى تحكي أكثر عن الذكرى الخالدة بقلوب وعقول السوريين. يسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير يا رب، وجيشنا وقائدنا بألف خير. بالبداية سيادة المقدم، خلينا نسمع من حضرتك كلمة افتتاحية بهي المناسبة. بداية لابد من التوجه بالرحمة لروح القائد المؤسس صانع تشرينين القائد الخالد حافظ الأسد. تحية، وأوجه التحية وكل الولاء والوفاء لقائدنا المفدى الرئيس بشار حافظ الأسد. الرحمة، كل الرحمة لأرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم تراب أرض هذا الوطن وأصبحوا مشاعل نور تنير درب هذا الجيل وكل جيل. الشكر الكبير والتحية الكبيرة للشعب الذي هو الرادف الأول للجيش العربي السوري الذي حقق الانتصارات، الانتصار تلو الانتصار. وأدعو بالشفاء العاجل لجرحانا والمصابين، وكان الله بعون زوينهم وبارك الله بجهودهم. نعم، كل عام وانت بألف خير عن جديد. يعني اليوم عم نحكي كمان عن شق المقاتلات السوريات اللي كان لهم ايضا بصمة من قدم التاريخ حتى يومنا الحالي. خلينا نحكي اولا عن اهمية تعزيز معاني ودلالات ذكرى حرب تشرين التحريرية لدى المقاتلات، ونعرف قديش في تربية عسكرية بالمقابل في تدريب ايضا، لكن التربية العسكرية اللي بتربوا عليها هي اللي تعزيز ايضا القوة والإرادة عن كل النساء اللي حبوا يكونوا مقاتلات. أكيد بالبداية لابد وليس خافيا على أحد أن حرب تشرين التحريرية هي ليست حرب عادية، وهي ليست بالحدث العادي، وإنما هي كانت قرار جريء، كان الأكثر جرأة باتخاذ القرار من قبل القائد الخالد بإجراء هذه الحرب لكسر معنى الجيش الذي لا يقهر، الذي كانت مزرعة داخل كل إنسان عربي أن جيش العدو الصهيوني هو جيش لا يقهر، وهذا أصبح جليا وواضحا للعموم أن الجيش العدو الصهيوني هو أوهى من بيت العنكبوت بالنسبة لقوة الجيش العربي السوري خصوصا. فدور المرأة، عم نحكي احنا عن دور المرأة بالحرب تشرين التحريرية، حتى الآن مثلا دور المرأة ما كانت مقاتلة أيام حرب تشرين التحريرية، ولكنها كانت موجودة بكافة المجالات، فكانت المرأة هي الأم التي ربت أولادها تربية وطنية أساسية، هي من دفعت بهم إلى ساحات الحرب، وكانت هي المهندسة والطبيبة والمعينة للرجل أيام حرب تشرين التحريرية. لكن تربية الأم السورية لهذا الجيل بنات أو شباب، الحب الوطن أصبح لدى الفتاة السورية رغبة بالانتساب إلى صفوف الجيش والقوات المسلحة، وكنت إحدى هذه الفتيات لتوطيد فكرة أن الأنثى والرجل السوريين هم سوية على نفس الخط في الحرب مهما كانت صعابها. أدوار المرأة السورية عبر الزمن لم يختلف، ولكن عم يكون في استمرارية. حضرتك ذكرتي بحرب تشرين التحريرية لم تكن على أرض الميدان كمقاتلة، ولكن اليوم أدوارها اختلفت وتشعبت وصار في عبء زيادة على المرأة السورية وكانت أدو. خلينا نحكي اليوم بين الماضي والحاضر، إذا بدنا نعمل هاي المقاربة عن دور المرأة السورية. بالماضي كان دورها خفي خلف الرجل، أما بالحرب التي جرت على سوريا في هذه الأثناء كان دورها واضح وبصورة جلية لجميع الناس، فكانت هي المقاتلة الموجودة على أرض الجبهة جنبا إلى جنب مع الرجل السوري المقاتل. فرأيناها على الدبابة، شفناها على الدبابة، شفناها على القناصة، فكان تدريب المقاتلات السوريات كان تدريب يوازي ويضاهي تدريب الشاب السوري. الفتاة السورية يعني أعطت صورة حقيقية لقوتها وصلابتها وقدرتها على إبراز نفسها بصورة كبيرة، إبراز صورتها كأنثى سورية مقاتلة. المقاتلة ليست فقط هي من انتسبت إلى الجيش والقوات المسلحة، أيضا هناك إعلاميات مقاتلات كانوا على الصف الأول، ارتدينا الدرع
كأنه اللباس العسكري لكن يختلف بصورة أخرى، فهي أيضا كانت المحاربة الأولى، كانت وجود الفتاة السورية المقاتلة إن كانت بالجيش والقوات المسلحة أو بالإعلام أو بالطب أو بالمجالات الأخرى كانت تعطي الدعم للجندي للرجل والجندي السوري في المعركة، فكان دورها واضح وجلي بالأحرف الأخيرة وكانت يدا بيد مع الرجل في تحقيق الانتصارات. نعم. سيادة المقدم، اليوم نعرف الكلية الحربية للبنات فيها نظام صارم جدا، هو نظام عسكري حتى تتعود الأنثى المقاتلة على الحياة العسكرية وأيضا على القتال وأيضا على تعزيز الانتماء وأهمية اليوم الدفاع عن نفسها، أيضا مو بس عن وطن، عن نفسها وعن وطنها كقضية كبرى وقضية وجود. خبرينا أهمية التدريب العسكري اليوم للإناث هي السنة، هل هناك طلبات للقبول؟ عم تتزايد طلبات القبول للكلية الحربية للإناث؟ طلبات القبول لم تتوقف أبدا، حتى أثناء الحرب العشر سنوات الماضية لم تتوقف طلبات انتساب الأنثى لصفوف القوات المسلحة. تدريب الفتاة السورية في الكلية العسكرية للبنات لا يختلف أبدا عن تدريب الشاب السوري في الكلية الحربية، فهي تتعلم الانضباط العسكري، تتدرب لياقة بدنية عالية، تتدرب على جميع مختلف أنواع الصنوف الأسلحة لتكون جاهزة بأي لحظة لتقوم بمساندة الرجل أو الوقوف جنبه للقيام بأي معركة أو بوضعها بأي مكان وبأي ظرف كان، حسب لو كان الظرف صعب. الأنثى السورية قادرة أن تثبت حالها بكثير من المجالات في نفس اللحظة، يعني حتى أثبتت التجارب مع الأيام أنه الأنثى السورية أصبحت تضاهي الرجل وربما أكثر قليلا، لأنه ممكن تشتغل أي أكثر من شغلة بنفس الوقت. بدي انتقل لحضرتك لنقطة كثير مهمة، الدافع. حضرتك ذكرتي لما التحقتي بالكلية العسكرية للبنات كان هناك دافع، اليوم شو عم تشوفي عند البنات أو الأنثى السورية عم بيكون الدافع؟ في قصص اليوم بتضل علقة بذاكرتك عن إناث سوريات اجوا حبوا ينتسبوا للكلية أو حبوا يكونوا على الخطوط الأولى اليوم للجبهات على كامل الجغرافيا السورية؟ أكيد الدافع دائما عم يكون عندنا أساس تربية. أي شخص لديه الدافع بالانتساب لجيش القوات المسلحة يكون عنده تربية عقائدية في المنزل، فكان الدافع الكبير لي لما شفت زميلاتي السابقات بالجيش القوات المسلحة كانت الرغبة قوية جدا، وكان الدعم من قبل والدي أنه طبعا كان جدا موافق، يعني هو اللي دعمني أني التحق بالجيش القوات المسلحة، فكان الشكر الكبير له لأنه أنا كتير بحب هذا المجال. فإبداع البنات لما بتكون جاي الأنثى برغبة منها هي نتيجة تربيتها الوطنية، تربية العائلة لأنه لحب الوطن وتراب الوطن، تكون قادرة على تحمل كل أعباء التدريبات الصعبة، قادرة على تحمل كل الظروف، فهي ممكن أن تكون الأم والمربية والمعلمة والمقاتلة في نفس الوقت. أكيد سيادة المقدم، يعني أيضا خلال أيام الحرب على سوريا شهدنا شهيدات من مقاتلات السوريات وجرحى من المقاتلات السوريات، يعني حتى الإعلام السوري الوطني صور المقاتلات السوريات كقناصات بجوبر بدرية كمقاتلات على الأسلحة الثقيلة، أيضا هذا الشيء بدل على قدرة المقاتلة السورية على خوض حرب وأنه هي أيضا ممنوع سوريا يمس حدا وممنوع التفريط بأي حبة تراب من هذا الوطن. خبرينا اليوم على بعض هي النماذج اللي طبعا كانت من الشهيدات السوريات من المقاتلات السوريات اللي مرقوا وكانوا قدوة لغيرهم من الجيل الجديد اللي هلأ عم يتعلم ويتدرب إن كان نظريا أو عمليا. أكيد الحرب الأخيرة شاركت فيها المقاتلة السورية بصورة واضحة على الخط الأمامي، وكان هناك شهيدات مثل ما ذكرتي حضرتك بجوبر بأكثر منطقة، لأنه تدربت الفتاة السورية على كافة أنواع الأسلحة واستخدام أنواعها كافة، فكانت تقود الدبابة أو ترمي على القناصة، كانت تقف إلى جنب إلى جنب على الطلاقية مع الشاب والرجل، فمن هنا من استشهدن بأرض المعركة.
هاي النموذج أعطى صورة يعني للبنات دافع إنه يلتحقوا بالكلية العسكرية للبنات للدفاع عن الأرض والعرض، لأنه الحرب الأخيرة الكونية اللي بدأت على سوريا هي كان هدفها انتهاك العرض والأرض والقضاء على سوريا من جميع النواحي اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، لكن قوة الفتاة السورية ومساندتها للرجل منعت الجيش المعادي أو العدوان الصهيوني بكل أنواعه مع المجموعات الإرهابية بأي بكل قوتها. نعرف زينب الشباب لما بيحبوا يلتحقوا بالكلية العسكرية بيكون في معايير جسمانية وعدة اختبارات صارمة لينقبلوا بالكلية، كمان خلينا نحكي عن معايير القبول اليوم عم بتكون عند الفتيات. الأنثى بطبيعتها جسمها النعم، نحن عم نحكي عن أسلحة ثقيلة ممكن تحملها، تضطر تحملها بأرض المعركة. خلينا نحكي عن هاي المعايير. المعايير أنا كنت بفترة من فترات بالكلية العسكرية للبنات، وكنت بلجان التقديم للفتيات اختيار الفتيات متقدمات للكلية العسكرية للبنات. تتم اختيار الفتيات بناء على رغبتها بداية، لما تشوف الفتاة أنه كتير هي حابة أنها تلتحق بالكلية العسكرية للبنات بيتم إجراء الفحوصات الطبية والثقافية المطلوبة لقبول الفتاة في الجيش والقوات المسلحة. المعايير هي أنثى، الأنثى أنثى والرجل رجل بصفات بشرية، ولكن بصفات ثقافية وقدرات لا تختلف الأنثى أبدا عن الرجل. هي الروح المعنوية الروح المعنوية اللي عند الفتاة لإثبات ذاتها بأي مكان كانت فيه، حتى لو كانت في الجيش والقوات المسلحة بيجعلها تتدرب وتتحمل صعوبات التدريب كاملة لتوصل لمستوى رجل وأفضل كمان. نعم، يعني سيادة المقدم من لك العام وأنت بألف خير مرة تانية، وأكيد المرأة السورية أثبتت قدرتها عبر التاريخ يعني على تحمل المسؤولية وحماية بلدها وعرضها، واعتبرت سوريا كجسدها جسد مقدس ممنوع المساس به. شكرا لوجودك معنا وكل عام وأنت بألف خير. شكرا لكم وكل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله الوطن بألف خير وقائد الوطن بألف ألف خير يا رب. شكرا كثير لتواجدك معنا. شكرا كثير.